تنظم جمعية أصدقاء الحي الحسني بشراكة مع المدرسة العليا للألبسة وصناعة الألبسة هذه السنة الدورة 12 لسباق 10 كيلومترات الدولي على الطريق. كما قلنا ترجعت السباق بعد انقطاع لمدة سنتين خلال جائحة كورونا ويرجع في واحد المدار شيق للمدينة المالية لمدينة الدار البيضاء. وهنا تنشكروا يعني السيد عامر صاحب الجلالة على عمالة مقاطعة الحي الحسني وكذلك رجال الأمن والقوات المساعدة والمطافي وجميع رجال السلطة اللي ساعدوا باش هذا السباق إن شاء الله يرجع وباش هذا السباق يرجع في واحد المدار شيق وغيكون سريع لأن الإصلاحات الشوارع المدينة المالية وكذلك الأزقة يعني في واحد الجودة عالية اللي غتخلي السباق يمشي بواحد السرعة قوية. واللجنة المنظمة وضعت رهنة إثارة المشاركين 3000 صدرية يعني تنتظروا 3000 مشارك وما غاديش نفوتهم لأن من حسن التنظيم باش تعطى فرصة لجميع المشاركين من هواة ومن محترفين وكذلك من طلبة ومن جميع المشاركين من جميع يعني السنين من 16 سنة حتى ما أكثر. وفي رفع الستار يوم إن شاء الله السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر غادي يعرف مشاركة الأطفال يعني في السباق ديالهم اللي ينطلق على الساعة الثالثة بعد الظهر. وفي رفع الستار غادي تكون قرية السباق اللي تفتح يوم الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر. وهنا تنرجعوا وتنشكروا جميع الصحافة المرئية المسموعة والمكتوبة والإلكترونية اللي تتساهم باش تعطي الإشعاع وترد هذا السباق رغم الأزمة الاقتصادية لأن بعض المستشارين يعتذروا هذه السنة تدربوا معنا موعد السنة القادمة اللي كانوا معنا خلال السنوات الـ 12 اللي دازت. ولكن إن شاء الله بفضل يعني المستشارين اللي حاولوا يعطيوا الدفعة باش يرجع هذا السباق للوجود تنتمناوا باش هذا السباق يدوز في أحسن الظروف. وشكرا للجميع. اولا كنود نشكر يعني الصاهرين على اعداد هذا السباق ديال الطريق اللي بالمناسبه ديالو كاين يعني تكريم مجموعه من الاعلاميين الرياضيين. وكنشكروا بطبيعه الحال الناس اللي فكروا فينا وانهم لا نقول يردون الاعتبار وانما تسويج معنوي لسنوات من الاشتغال في الحقل الرياضي على مستوى الاعلامي. وطبيعه الحال يعني هي مفخره لنا اننا نكون وسط هذا الشباب الشغوف برياضه العاب القوى بالسباقات على الطريق واللي بطبيعه الحال كيحضر في هذا الحفل. مره اخرى شكرا لكل الساهرين على اعداد هذا الحفل وهذا التكريم. شكرا على الاستضافه. كنظن بانه هذا التكريم هذا كيجي اعترافا بواحد المسار ديال العمل فيه الايجابي فيه السلبي بطبيعه الحال. وهذا تشجيع لنا على مواصله العمل دائما في اطار العمل الصحفي البحث لارضاء المشاهد ارضاء المستمع او الصحافه المكتوبه اي في مجال انه الصحفي كيقوم بالعمل ديالو. وكنظن انه هذا التكريم كيزيد ياكد لك بان المسار ديالك اللي هو ديال 34 سنه واللي مازال مستمر باش نعطيو اشياء اخرى نعلموا وليدات اخرين انهم يكونوا الخلف ان شاء الله في هذا المجال ديال الصحافه ديال التلفزيون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.